رجوعا للشأن الداخلي بالتأكيد اللي يهمني النهاردة، ويمكن أنا بتابع الكلام اللي دايما بيتقال، المهم جدا إزاي الحكومة تكسب ثقة المواطن. وأعتقد كان في بعض المقالات يعني كتبت، يعني كان الأستاذ أكرم القفاص والأستاذ عماد الدين حسين كتبوا في خلال الأسبوع الأول من الشهر ده بعض المقالات على هذا الموضوع، وأيضا حضراتكم بتتكلموا عليه. يعني أنا في تقديري، يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، ما فيش حكومة بتبقى يعني عايزة تاخد قرارات تنقص من شعبيتها في الشارع. يعني تأكدوا جميعا أن أي قرارات بزيادة أسعار أو تحريك أسعار أو تحريك الكلام ده كله بيبقى آخر شيء أي حكومة عايزة تعمله هو أن يتخذ قرار زيادة. وأحيانا بناخد علينا قرارات أن إحنا نرجئ مثل هذه القرارات، مش عشان أن إحنا نحافظ على شعبيتنا في الشارع، لا، على مش عايزين نحمل المواطن. إحنا عارفين كويس قوي يعني الأعباء اللي بتحملها المواطن، فأحيانا لو عندي مساحة أن أنا أتحمل يعني ولفترة ما بعض الأعباء، إحنا بناخد الإجراء ده وخدناه على مدار الأزمات اللي فاتت، وأرجأنا زيادات حاجات كتيرة جدا، وكان على أمل إن الأزمة تخلص أو الأزمات تخلص. لكن اللي إحنا كنا بنشوفه إن بنرجئ مثلا اتخاذ إجراءات لبضعة شهور على أمل إن الأمور تتحسن، نفاجأ إن الأمور ممكن تزداد صعوبة وتزداد تعقيدا، فنضطر إن إحنا نرجئ لفترة أخرى. فبتبقى في الآخر بتوصل ان يعني تراكم الاعباء على الدوله بيجبرها في مرحله معينه ان هو مش قادره تستمر بهذا الوضع، فبنضطر ناخد الاجراء ان احنا نزود بعض السلع والخدمات، ولكن حتى ده ما عمرنا ما بنوصل للسعر الحقيقي للي الدوله بتتحمله. بظل ان انا متحمل جزء من العبء، ولكن كل اللي بعمله ببدا امرر جزء من هذا العبء على المواطن، او باخد الموضوع او ناوي ان انا اخده بصوره تدريجيه زي ما أعلننا على موضوع زيادة أسعار المواد البترولية، لأن الموضوع يعني الأرقام كبيرة جدا والفجوة كبيرة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن الرقم كل يوم بيعدي على مصر، الدعم بتاع المواد البترولية 450 مليون جنيه. الدولة بتتحمل دعم للمواد البترولية يوميا في حدود 450 مليون جنيه. ده الدعم، مش ان احنا بنجيب المواد كلها بكام، بالرغم انها بتتجاب بالدولار وحضراتكم عارفين، لكن انا بتكلم بقى الدعم اللي بتتحمله الدولة هو الرقم ده. طب هل انا كدولة عندي قدرات ان انا افضل اتحمل هذا الموضوع، والى متى؟ فبالتالي ما كانش نقدر ان احنا نتحمل نفضل على هذا المنوال، لان الدعم ده عشان حضراتكم تبقوا عارفين ادى الى ان انا كان مفروض ان انا انفق على بعض الحاجات التانية اللي تهم المواطن في مجالات خدمات مهمة جدا. اضطريت علشان الدعم ده زاد ان انا بدل ما كنت انفق مثلا في صحة وتعليم وخدمات وبنية اساسية اكتر، اضطريت ان انا اقلل هذه الارقام علشان ادبر هذا الدعم. الدعم ده بغض النظر بقى هو بيصل، هو فعلا رايح للناس المستحقين ولا في ناس تانية أنا آسف يعني مش مستحقة بتستفيد منه، ده وضع تاني. لكن أنا بقول لحضراتكم إن في النهاية لما كنا وصلنا سنة 21 قدرنا نحقق التوازن وما كانش في دعم في المواد البترولية غير فقط للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران، وكنا صفرنا موضوع البنزين والسولار، ده اللي مكن الدولة إنها تخصص مبالغ كبيرة جداً للمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة، وإن إحنا نفتح في مجالات بتخدم المواطن نفسه وكان المواطن نفسه بيطلبها. وبالتالي بتبقى هي دي التوازنات، كل ما حيزيد قيمة الدعم كل ما حضطر إن أنا أنقص من بعض الخدمات الأخرى، لأن أنا في الآخر عندي موازنة بكل الموارد بتاعتنا. الموارد بتزيد صحيح، ولكن أيضاً احتياجاتنا بتزيد بوتيرة مع الزيادة السكانية اللي بتحصل ومع الضغوط اللي بتحصل، بتبقى أحياناً بتبقى زيادة الاحتياجات بتزيد أكتر بكتير من نسبة الزيادة اللي بتحصل في الموارد. فبيبقى لازم إن أنا أضع إطار إن الأمور ما تفلتش مني، لأن الكلام اللي بيتقال طب الدين، ما هو النهاردة لو أنا اندفعت إن أنا أحقق ولبي كل الطلبات يبقى هيضطر إن الدين يزيد بأرقام غير مسبوقة، يبقى أنا بصدر المشكلة للفترات مستقبلية الأرقام هتوصل فيها إلى شيء خارج نطاق السيطرة. ف
فعشان كده هو كان رؤيتنا ان احنا لازم نتناخد اجراءات اللي تضمن احكام السيطرة على موضوع الدين ونتحرك فيه.